لكم لاباس عليكم بخير. اليوم ان شاء الله غنديروا هاد لو كاطو او كولي اكزوتيك بالمونغ سوغ ان مويلو. نتمنى انه يعجبكم. السلام عليكم. دونك غنبداو ان شاء الله لو كاطو اكزوتيك اللي قلنا سي كاطو او مويلو شوكولا بالمويلو شوكولا افيك واحد لو كولي من الفوق اكزوتيك. نتمنى انه يعجبكم. دونك اول حاجه عندنا لو مول لي كونتي تحل او شوميزي دو بابيي سولفيريزي. عندنا ان كادر لي غادي نخدمو فيه لو كولي. هانتوما تتشوفو لو كادر دايره ليه لو فيلم اليمونتير, مجبده عليه لو فيلم اليمونتير باش هو اللي غندير فيه لو كولي في الكونجيلاتور. يكون قدو قد الاطار قدو قد لو مول. هانتوما هذا الاطار اللي غادي تخدمو فيه يكون قدو قد لو مول. دونك عندنا في المقادير 200 غرام ديال الشوكولا كوفرتور كحل غنديروها هي و 50 غرام ديال الحليب يدوبو. دونك هذه المرحله الاولى انا غنمشي نديرهم. دونك عندي 125 غرام ديال السنيده, 200 غرام ديال لا كريم ليكيد, 3 تاع الصفار البيض, 90 غرام ديال الدقيق, قبيصه الملح ما تنساوهاش ولافاني معلقه كبيره د لافاني, وعندي هنا 3 تاع البياض تاع البيض اللي غادي نطلعهم ونج. دونك حنا غنتبعوا يذوب لينا الشكلاط ونتلاقاو نتبعوا المراحل. هنا من بعد ما ذوبنا الحليب ديالنا والشكلاط ها هو غادي نديروا في البول اللي غنخدموا به. هلا غادي نسخنو الفران ديالنا على 200 درجه. دونك هنايا دونك غادي نضيفو 125 غرام ديال السنيده, غادي نخلطو حتى تنسجم. هذا غادي نزيدو لا كريم ميتين غرام ديال لاكخيم دو كويسون بيان سور دي ما ديرو ديال الطبخ. نخلط شوية حتى ندخل لاكخيم ديالي غير بالفوي. دونك غادي نضيف الصفار تاع البيض, 3 تاع الصفار تاع البيض, نخلط مزيان, نضيف البيض الاخر. غادا نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا تنغربل. سمحوا لي غنجيب القبيصه تاع الملح ولا فاني. نزيد القبيصه تاع الملح, معلقه ديال لافاني,
وغادي نخلطو مزيان وغادي نخليوه يرتاح في الثلاجه. على ما غديروه في الثلاجه على ما نطلعوا البياض تاع البيض والنعش. فوالا دونك صافي هكذا هوك غادي نحطوه في الثلاجه حتى نطلعوا البياض تاع البيض. دونك انا غنمشي نطلع البياض تاع البيض، كلشي تيعرف كيفاش يطلع البياض تاع البيض. دونك نرجعوا ان شاء الله. من بعد ما طلعنا البلون اون نيج جبدنا سميتو لو مويلو ديالنا، ها هويا. دونك غادي نبداو نضيفو في لو بلون اون نيج بشويه بشويه، بيان سور من التحت حتى الفوق. فوالا كدايا. دونك غادي سباتول سمحوا لي تنقلب على ديك لا سباتول. بون داتها لراف معليش، عندي واحد البنت غير اللي حطيتها تجمع هديها، اللي حطيتها تجمع هديها. دونك انا غنزل بهادي وصافي قبلوا عليا. دونك غندخل البلون ناج ديالي اللي باقي وغادي نديرها في لو مول. فوالا دونك غنخويها في لو مول ديالي. كيف قلنا لو مول يكون هذاك اللي تيتحل ويتسد باش يسهل عليكم، اولا سيركل اولا كادر ديال السيركل. غير الكادر كاين شي وحدين تيكونوا خفاف بعض المرات تيهز لكم تيتهز لو كاطو، فهمتي هادشي انا علاش مثلا علاش قلت لكم يكون من الاحسن مول، حيت كاين دي سيركل اللي تيكونوا خفاف ملي تيبدا هذا سميتو تيتهز تيخرجوا من تيخرج من الجناب لو كاطو تيخرج من الجناب. فوالا دونك هنايا غادي نسرح لو كاطو ديالي وغادي نخشيه يطيب على 200 درجه 20 دقيقه ونتلاقاو ان شاء الله باش نصاوبو لو كولي اكزوتيك. دونك هنا من بعد ما درنا المويلو ديالنا درناه يطيب في الفران عنده 20 دقيقه قلنا. دونك هنا غنوجدو لو كولي ديالنا ديال المونغ. عندي هنايا 400 غرام ديال المونغ، عندي 50 غرام ديال السيرو ثقيل ها نتوما تتشوفوا فيه، 50 غرام ديال السيرو ثقيل اللي هو جوج كيسان تاع الماء في كاس، جوج كيسان تاع السكر في كاس تاع الماء. غديروه يغلى واحد شويه حتى هذا سميتو تخليوه يبرد، ها نتوما شفتوا كيفاش ثقيل. دونك 50 غرام، وعندي جوج معالق ديال عصير الحامض ها هما. دونك غنميكسي كلشي، غادي نطحن هاد الخليط هذا غادي نطحن ليه مزيان نطحنو وغنديرو فوق العافيه.
دونك هنا من بعد ما طحنا غادي نديرو في اون كاسرول وغادي نديرو فوق العافيه يسخن باش نقدر نزيد عليه الجيلاتين. دونك انا غنديرو فوق العافيه باردون باقي واحد الطريف ما مطحونش نعاود ولا صافي هذاك الطريف غنحيدو غير هاد الشويه هذا دونك غادي نديرو يسخن غادي غير يغلى ليا طلع فيه الغليه وغادي نضيف عليه غادي نجيبو غادي ملي غلى ليا غنضيف عليه جوج ورقات ونص ديال الجيلاتين ها هما اللي فزكتهم في الماء دونك نتلاقاو من بعد ما يغلى هنايا من بعد ما سخنا الخليط ديالنا غنعصرو لا جيلاتين ديالنا مزيان وغادي نضيفوها هنا نتسناو على واحد جوج دقائق ونحركو نحركو غير بيدينا دونك كيف قلت لكم بعدا في الاول عندي لو مول ها هويا مديره له لو فيلم اليمونتير دونك غادي نحطو فوق شي حاجه باش نقدر نهزو بلا ما يتخسر ليا شي حاجه اللي تكون تدخل لكم في الكونجيلاتور دونك فوالا لا جيلاتين ديالي ها هي دابت فوالا دونك انا غنخوي الخليط ديالي هنا وغادي نديه للكونجيلاتور نخليه واحد ساعه المكانة حتى يتكونجلا ليا مزيان على ما يبرد ليا لو مويلو ديالي وعاد ديك الساعه نتلاقاو بوغ لا فينيسيون دونك لو مويلو ديالنا ها هو من بعد ما خرجناه من الفران انا ديموليتو حيدت ليه لو مول ديالو خليته يبرد دابا غنخليوه حتى يبرد كاريمون باش نقدروا نتحكموا فيه لان نتوما تتشوفوه تتعرفوا كيفاش الحشيش دونك نكملوا المونتاج ديالنا ان شاء الله دونك من بعد ما برد لينا سميتو المويلو ديالنا وها نتوما شفتوا لو كولي ديالنا ها هو الي كونجلي دونك غنحيد نحيد لو بابي اللي درنا نحيدو هيد لو بابي ديالنا فوالا دونك غنحاول نلصق هذا فوالا هانتوما وغنحيد فوالا هانتوما شوفوا انا غنلصق لو كولي ديالي كله فوق لو مويلو ونحيد لو سيركل فوالا بهذه الطريقه هذه فوالا دونك غندوزو للديكوراسيون ديالنا غندوزو للديكوراسيون عندي المونك غناخد واحد النص تاع المونك هو اللي غادي نقيه كل وحده على حساب الديكوراسيون اللي بغات هيايا المهم انايا غادي ندير ليه هكا فوالا غادي نشد فخاز
غندير برقوق، لي فخوي اللي عندكم، كل وحده على حساب لي فخوي اللي عندكم. دونك نحلو هكذا، هادي غندير لها هكذا. نتوما كل وحده، انا تندير لا ديكوراسيون ديالي، اللي كل وحده على حساب لا ديكوراسيون ديكوري كيف ما بغات. فوالا صافي بركه، غادي نخليها وغادي نغطي هذا الشيء، هاد لي فخوي هادو غادي نغطيهم بالنقاش. غادي نغطيهم بالنقاش le gâteau ديالي au colis exotique. وهذا نتمنى انه يعجبكم. هلا دونك نتمنى انه يعجبكم، بالصحة والراحة. دونك لو gâteau ديالنا au fruit exotique. C'est un moelleux avec un coulis exotique et des fruits, des décors mille fois. Nous vous souhaitons un bon appétit.